سيادة الملازم يعطيكم العافية. شو وين مختفي؟ فكرتك رحت وما عاد ترجع. إمتى وصلت حضرتك؟ ما إلي زمان، من كم أسبوع بس. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك معلم. خلص بقيان هون يعني؟ إن شاء الله. سيارتي كل فترة بتتعطل، فيك تشوفها؟ أنت اتركها الليلة هون والصبح بكير بشوف لك إياها إن شاء الله. لا، فكرت ساعتين وباخذها. المشكلة إنه في عندي كم سيارة مستعجلين، أما بكرة بشوف لك إياها، هذا وعد مني. اتفقنا. يلا يعطيك العافية. سيدنا، هالسيارة راح تخلص. إذا بدك فيك تدبر حالك فيها اليوم. بلاها، دبر حالي. شكرا. خاطرك. مع السلامة. أعطيني مفتاح 7. هذا السلاح. منيح. وين السيارة؟ هي بالكراج، هلا رح يفكوها. حلو. هاي مصرياتك. وهلا بتختفي. ناقصين هدول. ناقصين؟ ليش انت كملت شغلك بالكامل؟ عملت يلي قلت لي عليه، ابنك نزع الشغل. بسببه كنت رح اتورط. إذا أنت عن جد ما بدك تتورط وتعلق معي، تختفي فورا. لا ماشي. يلا. حاضر. تفضل أخي، بشو بخدمك؟ لمين هي السيارة؟ وين نمرتها؟ وشو دخلك؟ سألتك لمين هي السيارة؟ جاوبني. شو دخلك أنت؟ شو ناقصنا مكانين؟ جاوبني. جاوبني. شو صاير؟ جاولك. شو في سيدي؟ حيدر، رجع لورا لشوف. هذا ضابط؟ الملازم أول زبوني من زمان. سيدي لا تأخذني، بس أنت فجأة عصبت علي. هلا قل لي مين اللي جاب هاي السيارة؟ والله ما بعرفه، واحد جابها وقال رح ياخدها بعدين. لا حاجتك كذب وقل لي مين جاب هاي السيارة. صاحبها حاول يقتلني. إذا بتعرف عنه شيء ما بتحكي لي، رح تتورط كمان. سيدي والله ما بعرف، أنا بعرفه عن طريق وكالة جرجر، بدك شوفه هنيك. وين صار العنوان؟ رح غيب لفترة. ماشي، ما أنا مرت حالي. طيب اسمع، حاول تجي على القهوة بسرعة، أنا رح أعطيك المفاتيح. بس استعجل. ها، باي. كأنهم زودينا شوي.
هيك الهيئة. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعتني لهون المعلم حيدر، تعرفوا العدنان؟ قصدك الرقيب؟ قلت رقيب؟ مو قصدك على الرقيب عدنان؟ يمكن هو قدم استقالته. آه وصل، مو قصدك هاد؟ وقفوا له! يا جبان! وين رح تهرب؟ مين انت ولا وشو بدك؟ تركني. شو بدك من هديك البنت؟ خلص. شو بدك من هاي البنت؟ أمولا، شو بدك من هي البنت؟ أنا جاوبني ولك، ليش عم تلاحق البنت يا عديم الشرف؟ احكي احكي وإلا رح تموت. أنت بتعرف الضابط عزيز من قبل؟ لا. طيب ليش كنت قدام السكن؟ وليش حاولت تخطف البنت؟ عندك شي مشكلة مع الضابط؟ كنت بدك تقتله شي؟ ما رح أحكي. ليش؟ أنت مهدد شي؟ ليك، أنت ملفك كتير سيء، يعني على شوي كانوا رح يصرحوك، منشان هيك لا تصعب على حالك أكتر. بدي أحكي مع العقيد نزار حالا، ورح أحكي له كل شي بعرفه له. كنت رايح شوف رفيقتي، ولما شفت واحد عم يتهجم عليها اضطريت إني أتدخل. هي ساكنة بهداك السكن مو؟ إيه نعم، ساكنة هنيك. أنا قلت لها أنه هذا المكان مو مناسب، بس هي جديد جاي على اسطنبول واضطرت تقعد مؤقتاً، لهيك أنا رحت لهنيك. عزيز، احترامي سيدي. شكراً، تفضل سيادة الرائد. شو صار؟ وين شفت الزلمة؟ أنا صدفت سيارته بمحل التصليح، سألت عنه وعرفت مكانه. طيب اعترف بشي؟ التحقيق مستمر، هلأ بجيب لك الملف. انت ليش عم تخاطر بحالك؟ كان ضروري انك تلحقه. شو اعمل بابا، انا ما فيني اسكت عن حقي، كمان رح نعرف منه كل شيء هلا. في اي شيء تاني؟ طيب ماشي. خير شو في؟ ما اعطى افادته سيدي، قال ما رح يعترف غير لسيادتك. يعني بده يحكي معي؟ شو هالمسخره هي؟ بدي فوت. عزيز خليك هون، أنا ما بدي شيء أثر على التحقيق أبدا. تفضل سيد العقيد. فيك تطلع، أنا حابب ضل مع الرقيب لوحدي. بما أنه في عنده حكي كتير وهو حابب بس يحكي لي يا إلي، فرح نبقى لحالنا واحترم رغبته. تحت أمرك سيدي.
ليش طلعت حضرة المدعي؟ أوامر سيادة العقيد. بتمنى تكون ما خبصت ما هيك؟ هذا الشيء بإيدك أنت. لا تفكر إنه واحد مثلك بيقدر يساومني ولا. ما عندي حل تاني، وإذا أنا تورطت بالقصة فلا تتوقع مني إنه ضل ساكت. ما بتتجرأ تعمل هيك شيء. وليش حتى خاف؟ ماني خسران شيء بنوب، أنت يلي رح تخسر، وإذا مانك حابب توسخ سمعتك لازم تلاقي طريقة تنقذني. لازم نورط حدا تاني بالقصة اللي صارت. بدي تطلعوا هذا الرجال من الدعوة وبأقرب وقت. إبراهيم أويكون بتقول هو يلي كلفني، يعني رح تقول إنه هو اللي طلب منك تخطف هذيك البنت من شان الدعوة يلي رافعها تساوي ضجة. بهالحالة أنت اللي رح تنفذ. طيب شو من شاني أنا؟ هيك رح انسجن. إذا بتقول هالحكي يلي عم بطلبه منك هلأ رح تكون عقوبتك السجن وبس، لأنه أنا إذا عطيتهم السلاح يلي معي، وما في داعي طبعاً إني أقول لحدا شو عامل بهذا السلاح لحد اليوم، وقتها رح تنشنق ورح تتمرجح. انتهى. ايه بابا شو قال؟ حتى هذا الشيء طلع ورا جماعة الرجية. كيف يعني؟ لهيك كان خايف انه يعطي افادته، لانه بيعرف منيح قديش التهمة تبعه كبيرة. على كلين يلي اعترف فيه هذا الرقيب ببساطة انه يلي كلفه بخطف البنت ابراهيم أويكون. مستحيل. بلى، لحتى تعرف منيح انت مع مين عم تتعامل.